سليمان بن ثابت. تعرفوا فين كان في غزوة الخندق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه مع النساء لأنه ما كان لي في الحرب، وجالس هو مع النساء. ففي يهودي مر على القلعة، فصفية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له، لا كانت زوجته، صفية زوجته أو عمته، طيب مهم، صفية قالت لحسان يعني روح تصرف في يهودي يعني. فقال ما ذاك في، ولو كان في لكنت مع رسول الله، يعني أنا ما لي ترى في الجهاد والحرب والقتل، ولو كان في في الجهاد والحرب كنت مع الرسول قاعد أحارب يعني. صفية طب غزوة، وهذه غزوة صعبة، كانت غزوة الخندق من أصعب الغزوات على الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرجت صفية من الخندق وقتلت اليهودي وعادت إلى القلعة وحسان جالس رضي الله عنه. فقالت له اذهب خذ الجثة خذها لليهود عشان يخافوا يعرفوا أنه في راجل في القلعة. فقال والله ما ذاك في، لو كان في كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرجت صفية أخذت الجثة ورمتها عند اليهود وعادت إلى القلعة. فاليهود لما شافوا جثة خافوا، قالوا أكيد في رجال في القلعة، فما جاءوا للقلعة مرة أخرى، وبذلك حمت هي القلعة كاملة. وحسان هل عمره لامه صلى الله عليه وسلم؟ هل عمره قال له يا أخي استرجل، إحنا قاعدين نحارب وإنت قاعد لي هنا مع النساء؟ ليه؟ لأنه هذا ليس مجاله يا أخي. الرجل ما له علاقة في الجهاد، ما هغصبه. خالد بن الوليد ما هغصبك تحفظ قرآن. حسان بن ثابت في شفين في الشعر، خلاص هذا إبداعك، ستقدم لأمة محمد الشعر، أنا راضي فيك كما أنت، لن أغير، لن أغير طباعك. جريمة، أنا أقولها في السعودية لأنه يمكن عندنا مشكلة أكثر من هنا، أنه الأهل ييجوا يفرضوا تخصص معين على الأولاد، جريمة تقتل الإبداع. المرأة تحب الفن، تحب الرسم، ندخلها طب، طب فين هيجي الإبداع إذا كل واحد داخل تخصص غصب عنه؟ وليس من بر الوالدين أنه أسمع كلام أهلي في تخصص، عشان نخلص كده من حكاية بر الوالدين. كمان بر الوالدين أني أتعامل معهم كويس وأنه أحاول أقنعهم وأنه أقول لهم معليش هذا مو تخصصي بالحسنة، مو أكفل عليهم الباب وأقول لهم يخطيكي. وأنا وأحمد قال مو من بر الوالدين أنه تغير تخصصي، ماني مغير تخصصي عسى عمرك، ما لا ليس كذلك. ولكن ليس من بر الوالدين أمرين، إرغام على التخصص وإرغام على الزوج. إلى اليوم يرغموا على زوج. أنا ماني فاهم إحنا في القرن 21 ولا في القرن الناقص 10. إلى اليوم عندنا في السعودية نساء يرغمن على الزواج. ليس من بر الوالدين أن أسمع كلامهم في من سأقضي بقية حياتي معه. بعدين نسأل ليه الطلاق صار آخر شيء، قالوا لي 60% نسب الطلاق في الخليج العربي، آخر عهدي كانت 30. كنت بتكلم مع أحد قالوا لي لا أبشرك صارت 60. فالإبداع كان يميز الرسول صلى الله عليه وسلم، يشوف كل واحد إيش الخير اللي فيه ويكبره، ويشوف الخطأ اللي فيه وما يركز عليه.